إذا كان هذا التقرير يعني نستطيع القول عنه كما ذكرنا بأنه تقرير ربما يغطي جوانب كثيرة من الجماعات الإرهابية وأنشطتها كذلك الإرهابية في المنطقة؟ دعني في البداية أحييكم أخي ممدوح وأحيي المشاهدين الكرام كما أحيي الضيفين الكريمين. بلا أدنى شك أن هذا التقرير يتعلق بشيء اسمه الإرهاب، ليس تقرير يتعلق بشيء اقتصادي أو مسألة حقوق الإنسان أو أي أشياء من هذا القبيل التي يأتي الحديث فيها بكل صراحة وفق معطيات. التقارير التي تتعلق بالإرهاب فيها جانب معلن ويكون قد انتهى أمره، وفيها جانب استخباراتي سري. الجانب الاستخباراتي فيه أشياء خلاص انتهت من الجانب الاستخباراتي فيه ويمكن الحديث عنها، وفيها أمور ما زالت في هذا الجانب المنتهي تعتبر في حكم السرية، وفيها أشياء سرية تامة ممكن تكون موجودة لدى الطرف المعين ولا تعطى إلا لدول أو أعضاء في هذا التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب. هناك جزء كبير سري غير معلن فيه الدول التي ما زالت تمول الإرهاب، فيه المخاطر وفيه الأفراد وفيه الكيانات وفيه كل ما يمكن تخيله من المعطيات الاستخبارية التي وفرتها المخابرات الأمريكية في هذا المجال. لذلك فيه جانب سري كبير غير معلن لن تطلع عليه إلا بعض الدول، وليست كل الدول، إلا الدول الحليفة طبعا للولايات المتحدة الأمريكية. أما الجانب المعلن ومن خلال الذي رأينا، أنا لاحظت بأنه الإرهاب ظاهرة تقفز من مكان إلى مكان، تنهيلي داعش في سوريا والعراق تقفز لك إلى إفريقيا وتقفز إلى أفغانستان وتقفز إلى دول أخرى، وأنه هذا التقرير أوحى إلى شيء آخر أخطر، أن الإرهاب لن يتوقف. السبب تتمثل في وجود فكرة، هذه الفكرة تغذى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وأشياء كثيرة، فيها أيضا ظروف، هذه الظروف تتمثل في الصراعات ومستنقعات الحروب التي تحدث هنا وهناك، وفيها أيضا إرهابي متبنى من طرف دولة تتمثل في إيران.